فرحانة بشبابك هيك ما يسحب لك الدنيا سلا، خسرتي ناسك وحبابك، خسرتي عسرت وجوه البلا. فرحانة بشبابك هيك ما يسحب لك الدنيا سلا، خسرتي ناسك وحبابك، خسرتي عسرت وجوه البلا. السلام عليكم، معكم عثمان دويبة من مدينة قنيطرة، 18 سنة. الأسرة ديالي تتكون من ثلاثة ديال الأخوة وأب وأم، ومن بين الهوايات ديالي كرة القدم والغناء والسباحة. نوع الغناء اللي تنغني العربي ومغربي و بزاف ديال الانواع. المهم المغنيين اللي عزاز عليا هما معتز وسعد المجرد، هما اللي تنسمع ليهم بزاف ومنهم تنستافد. اش ما نتعرفش عليه في الحي ديالنا، ما كتجمعناش غير صداقه عاديه، يعني خوت كنتلاقاو كنخرجوا. دري عنده تبارك الله صوت زوين، كيستحق انه يمشي لمكان بعيد، يعني ما خصوش يبقى غير هنا ولا يغني، يعني خصو يتشهر يمشي يوصل لشي حاجه طوب، ما يبقاش غير هنايا. انا كندعمو كثر، حتى الاصدقاء ديالنا كيدعموه، وتبارك الله صوته واعر، يعني كيناسب جميع الاغاني جميع الطبقات كما كانت كيغني. من يوم شمس ما غابت عني عيني ما شافت النوم، بمشي وبرجع نفس مكاني مهما بلف وادور، احساس بالعجز بيخنوني متكتف مسجون، زي الطير اللي بيتمنى يطير بجناح مكسور. كنشكر بزاف الوالد ديالي اللي عاوني والاسره ديالي وصحابي عاونوني بزاف، وهما اللي خلاوني نكمل ونمشي في هذا الطريق. وان شاء الله بغيت نوصل لشي حاجه زوينه. وعثمان عنده هذه الموهبه من الصغر ديال الغناء، وحنا تنعاونوه وبغيناه يتبع هذا المسار، مسار مزيان هذا، لا تبعوا ومشى مزيان راه غيمشي مزيان، وبغيناه يقرا شويه والرياضه شويه فهمتي والغنى شويه، والقرايه راه هي اهم حاجه فهمتي، والفن راه هو تابعو، راه المسار ديالو راه غادي فيه مزيان، هو موهبه عنده من الصغر، وحنا راه تندعموه في هذا المسار هذا. المهم سمعكم الجديد ديالي اللي غيخرج ان شاء الله في الشهر الجاي، فيديو كليب اللي يتصور عن طريق فيديو كليب، ونغني لكم دابا مقطع من الاغنيه. انا اللي بغيتك مشيت في طريقك، بقلبي حبيتك بدموعي شكيت لك، عيت ومليت من هاد الدنيا تمنيت يرجع لي احساسي وترجع لي، تمنيت يرجع الحبيبة ديالي توقف احزاني نبدو من تاني حب جديد حياة جديدة قصة طويلة تكوني ليا.